كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار أن مصالحه ستقوم مستقبلا بتنويع في الأنماط السكنية التي ستكون من شقق من غرفتين إلى 5 غرف على حسب عدد أفراد العائلات. هذا يزيد النوع في الأنماط من الاف دو حتى الاف سانك. كاين اللي عائلة عندها كوب صغير وكاين اللي عنده طفل وكاين هذا لازم نرجعوا، لكن ما نساش باللي راه سكن مدعم. دعم إعانة الدولة 700 ألف، 5000 دينار للمتر المربع. كما أضاف